الأكل السوبر فود هو أي منتجات عادة بشكل عام هي الخضار والفواكه اللي بتكون فيها مجموعة فيتامينات أو بروتينات، يعني فيها كتير فوائد فما بتكون فيها فائدة واحدة. يعني مثلا الموز مانو سوبر فود، وفيه بوتاسيوم، فيه مكونات مفيدة، بس في مأكولات معينة اللي هي دائما كتير أي شيء منقول ما لمسته إيد الإنسان، يعني المأكولات الغير معالجة أبدا، مثلا ما بيدخل فيها الجبن أبدا، ما بيدخل فيها الخبز أو الأشياء اللي دخلت بالمصانع أو تعالجت بشكل بيد الإنسان.